الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسلك سعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنها المبطلون. وبعد، ولا ليال ويحن بختمها وجهنا تاريخ دي مسيرة دي نبي عليه الصلاة والسلام. وحين المهم رئيسي نبي عليه الصلاة والسلام وجري بادي لغاية التبنات وحين لغاية كدن بيوي باللعبي إنه نبي شقيستو عليه الصلاة والسلام وقفنا اسنك عنت أهورسن. يعني جرينا مركة كتجدي النبي عليه الصلاة والسلام وكتجي أرئي العلمتي وهدنا أوريدي التجارة بمال خديجة وزواجه منها. إنه النبي عليه الصلاة والسلام قنعسي وأوريدي وأرئي وسكبايي وهيني لديه جري خديجة بنت خويلد إنه ما ركتاه المال كيلي أسوء قد قدين جري وإلى الشام. والنبي عليه الصلاة والسلام حراء وكسو إيدي جري العجل وكيل جري النبي عليه الصلاة والسلام تجارة وقد قدنا جبنا وقور سلي النبي عليه الصلاة والسلام هوانتي هنتي لكو آمنتي يا خديجة تاس أيام جري دونا. لكن حانو جعلنا هولا ليال إنا نعشر كينا ما أنت كسو أهر مرنه محبة رسول الله صلى الله وسلم عليه جعلك النبي عليه الصلاة والسلام والنبي إلا جعل الله إنا يكنك وحياله واجباتك هدنا إتهي حتى قيد إيمانك وكمده إن أدمري وجع الله صلى الله وسلم عليه. إلهي سبحانه وتعالى وحين نجد الرئي جعلك النبي عليه الصلاة والسلام وحين نجد الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وغير الله سبحانه وتعالى حبي أبياشين إيه إلشين إيه ولالهم إيه هجين إيه قرابين إيه حولهم إيه قنعسية انت هدات كجعشين إلهي إيه رسول كيس إيه جهاتك صدح لها فداد حولين من كجع عشيين اي عريرتين اي ابياشين اي كجع عشيين سوغة مركز معنى ببك ان كل عبانة سوغة الى هنا مهن الينها يا سبحانه وتعالى قوم فاسقين مركة عريضا اخر كيرا اي اوحي ترمانسة قف كان نبي جاء علينا عليه الصلاة والسلام انه يهي قف فاسقة والهي سبحانه وتعالى وصن وضلك وصن يتبك كوصن يسن الله كهن من سبحانه وتعالى. وحكروا آيادا أي كلمانتي إن نبي عليه الصلاة والسلام أتكذع الله حتى آبها حتى يشاء بشي حتى ولا لها حتى ما ركتاه فقع هذا يقراب هذا يقولها يقرأس هذا ينفت هذا بن إن أتكذع الله نبي عليه الصلاة والسلام أي آيادا نبي كبير وحي الله سبحانه وتعالى آيات فقر القبيل وكل من مستري هنجباد وعفة تربصوا حتى يأتي الله بأمره سبع إلى إلهي وكلي ماذا أخن كيس هذا كجعشه النبي محمد عليه الصلاة والسلام مالك من آبياش من عريتنا كجعشه. وحي الله آيات هذا نكون ختمي إلى ما ركتاه فاسقين وكبغي بذكا أن نبي جعلين عليه الصلاة والسلام. وحي الله أشيغي بذكا إلى كمدين بذكا اللي وإلهي رؤو سمحنوني بذكا أن جعلاني نبي عليه الصلاة والسلام. وها إمام البخاري وصحيح سكوري مرئ كهد له يجعلك النبي عليه الصلاة والسلام وحي رسولك عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أحد كم مره ما ينهى يبوي لنبي عليه الصلاة والسلام إيمان في عن إيه سافئة إيه توسن إيه كاملة لقره رأيه إلى قفك ويجع الله عريب كيسة ويوالد كيسة يبدك دم أنا ويجع الله بير نبي عليه الصلاة والسلام. مرك حديثك يا ولا ليا وحكذ قرن كرتان إن إيمان كينا
وكحرين يهي إنا من نبغة كجأ لنا عريرتنا يوالدتنا يماركتها هانتبعنا يددكو بل أنه كجأ لنا نبغة عليه الصلاة والسلام تعاس أيها كاملة قيلها إيمان كان وكوكها من غنكره أما يكبر حسن كره كاملة وحكره عجي نبغة عليه الصلاة والسلام صدح الرموت قفك الله يهره إن دينك وإنه لميس إيمانك وإنه لمهي إبادك وإنه لميس أي شيء النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مدى هذا ولا ليالبتك من إبادة دينة هيا ومسلم وضع دي حلاوة الطاعة حلاوة الإيمان أي للأيها ولا ليا محاكا لك ولا ليالصلاة إنا نكيه السنين وجماعة مساجدة نكيه السنين إنا كنت كنين محاكا لك إنا نكيه السنين إنا من القرآن كما ركتها كده قال له وعطل الله تجمس على القرآن كأخر سكيسة عن مدلنه إنا من أذكارت آخرنه وإن الله يفحشنه محاكا لك وحكلفك لي وحوي وفقد دعم العبادة وحلاوتها عبادتي أي النور دمين عبادتي أي النور معارين عبادتي أي أوليس نراه ولا ليا مرتوحة الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام عبادتي أم عانانيسو قبت سدح الرموت لليهر ووحو البوك لجع لانان تنبيه الرئيسة أي النبي عليه الصلاة والسلام كتل معمل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلهي إلى الرسول كيسا ويوقفك كتئ الله عدد وحي إليه كسو حرية الدم وحي إليه كسو حرية الدم ويوقفك الله عدد ملكا تعيلك إلهي إلي تعيلك رسولك عليه الصلاة والسلام أي أكمل وحيانه ولا إيان إذا بدأ إنه قلنا عنان كرت لكن تعيلك النبي أن عليه الصلاة والسلام معها كريه ولا إيان إنه من أفكى كشي يغنه أول مراه نبي وانجاء الله مع ذلك وحياله نبي عليه الصلاة والسلام هالسماي وكيرنا السمايس وخي السماي وكيرنا أتكهرس وتراه هذا واجع له ورفق هذا جاء شهي أمر في سواد قلته رفق هذا جاء شهي واسكت بيدا سدعة الله ليسي يبقى في سويا الله مركو حمار سلجيني أنا تراه النبي وانجاء الله عليه الصلاة والسلام أبن خلاص أنت يبقى في سواد هيسم نرجو من ذلك أهم تلغات أي نبي كتر مامي عليه الصلاة والسلام وإذا نبي معانك إذا لجهه لكره إيه وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وإن وطير نبي عليه الصلاة والسلام قفك يلالك المسلم أجع الله قديد أن أجع الله من إلا يدبت مويه وحمان تمرك يلا إذا نبي بدن كده إذا نبي مغم عن لا لهي وحول المسلمين في تعاونك دخل يجيلي أي الله يجي كرابن بنتي إيه كرامتي إكرامك المسلمين في إسكرامين لهين إيه إيثارك المسلمين في إسكت دور لهين يبيه لهين وحنا نقوى عن قناعي ولا لك يكفي عنه أنا لبس كنا نقوى عن هستو ولا لك يذهبون ويكفي عنه إيثارك المسلمين في إسلامين جرين أي الله يجي مانت محبتي أنا جعلك المسلمين تبحي إسكرامين لهين أي الله يجي كاسو يكبر الله إن بي الله جعل الله عليه الصلاة والسلام بل استعلي ما أنت ويجرا مسلمين فربدا استعلي ما أنت ويجرا ووحو البناء رفتاهي اتكو سمعينها يا إيسا ومنك وجعليها وانتبه أسقو عني لها إلا متك كلا أسقو عنه ووحو البناء خير اللي جعل لكن محي سجعليها ولا ليا إلهي درتي ما ما أنت وحال اسكو جعليها ولا ليا العسبية هي قدرية هي حزبية هي قحنية لسكوج عليه أبقر ليس قفك مركو قفك كانت على رأيه ما أنت إلهي دبتي كنت على رأيه وكنت على رأيه وهذا قبيل هذا مكولة دقالنا سياسة بأننا مريسا سياسة لسكوج على رأينا وعدي أكرت إلي قفك قلنا إذا هذا كنا إما يلغوه إلهي أمر كيسو خلافة كنا إما يلغو قبيل ما هينا كنا أي أبي أكرت وهذه أكرت قفك ما أنت سبع نوار كينا وإما يدعنا إما إما نصارني إلا كنت الله ذو السبيد إيا قدرية حتى هذه تارك سلبيها حتى هذه أمرك إلهي بغر كيس أخطوري وإنك الله هي سيدو قبيل ما أمر البب وحن نوار كينا إلا كنت الله لها وقفك مسلمين كما أنت أي سكوت الله لها يان كريا كانوا إيقو سياسة وإيقو مبدأ قاروا عوارك إذا سكوت الله لها كان كوحل يكتب سيها هي حزب إيقو كمدي أحزاب الدينة أي على أساسي ما أنزل الله بها من سلطان إلهي وحي جاء وصل أسلم من وحي جاء إلهي وسلسل بجن سبحانه وتعالى وما قال يترى بدل لقبح
بروحه في إسلامك ما قد ولا لي بروحه الله ما قفك المسلم كواحد يجي على رأيك أنا يجي تسبيه ما أنا يجي سياسبيه ما أنا يجي قبيل يجي عصبيه ما إله درتي أنا يجي على ولا لي هذا يا نكير كرنا دعم العبادة هي حلاوة الإيمان أي نكير كرنا ولا لي بدا تدعات النبي صلى الله عليه وسلم والسلام من عباده قدم كذا الويل كريمان كذا دم فيزا وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغدس في النار وأن يقفك قال لماذا أمعه سيدا أمعه إن ضبك اللي قفتور هير كاسوين قال لماذا يكجوكت قال لماذا وأن يكون أبيهي إن سيدا أمع أبيهي إن ضبك اللي قفتور وكال فهذا يا مسلمين انت إلى بغني أي ما أنت حبنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أمرك النبي يكفي جسته بحي روح أن أركينا بك ولا يسكدهم دون هيان قالك وهبك جاء الله هذا مانك بلا يسكدهم دون هيان قالك وهبك جاء الله فيدي أي روح الله جبتي سيدا ما ركتاه شمبرها فيد بلا أوكرة أي فيد الله مأرست باديها روح أجرة شمبر ليرا على فيد الفيد بيش لبع عقلي ينتوه مدي كلنا أي سيدي حيوانك ولا الفيد للجسد حيوانك أي فيد للجسد انت ولا ليان يا قال هذا أي دينا يا قفكر إن بقن في سياشة أو قال هذا وصوه يا كيسير أو قال هذا فيات كودي ورعاه تاس أي هرمر وارك تاس أي قفك في البحنة وارك سيدي قفك نركو أجرته سيدي النبي جانا عليه الصلاة والسلام أجرن جري أصحابك يكونك أجرن جري هدوه أجرته وحوارك يا قفكر إلا عدم يجيس إنت الله يلمي لي أي وحوارك بفدع إليتها فوت بير فوت شيطان هدوه لديستنا وحوارك غير مغالوه من التاسي قال هيرك ولا ليال أنا مري من أنت وأنا ماشي لديها لي ذلك إيا بقن كيسة إيا عادديسة كل إلي ما ركتها لي كل شيء قرنا وقرن أدو عرفته أيها الأرض مركز سدح ياسع الرموت أيها الظهر أبو يري نبي عليه الصلاة والسلام إيمان كمعان تيسة إيا بقن كتاعبة وحكرا لغوري سيدنا عمر بن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام يري النبي وكل رسول عمر لا أنت أحب لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي والنبي سيدنا عمر سيد النبي الله بالله يكيري فصلت إلهي وحكى استوان كاذي على هاي إلا نفتا بيعي وكجر سمعان انت كلام كاذي لكن نفتي إذا إيالي نفتي إذا انشاء على هاي أليه لسيدنا عمر برجاءت النبي يرى عليه الصلاة والسلام لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ورقوت أدينك إذن كم دبيري لا ينهل أي إيمان طاسة أي وناكسا إلا أنه ينفتيس وأنه يجع على دبيري النبي صلى الله وسلم عليه سيد عمر أي أمر كبيري والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إليه من نفسي التي بين جنبي وحنكون أرتابيري سيد عمر قال لي كتابك كيف سيدت يلي نفتي حتى وانك جعله ونفتي بأي أبيه أبيه أنك جعله بركات النبي ذكير عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر يحيرها